صباحكم الخير والنور والسرور، صباحكم مكنوز خير ممزور لين عينه خير وبهجه وسرور وفرح وأناس وخير ورزق من رب غفور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أصبحت بخير وعافية، مصلي ومسمي معين من الله خير، ولا أشكو من باس، أموري طيبة والسيارة مغسولة أو الدري والحين بيي ويسوق بي لين دبي. بنحضر هاي الفعالية الفنانة الزينة، وبنضحك وبنرمس وبنشوف الخير، بنشوف الفضل من الله، وبنرويكم فضل الله على دولتنا الحبيبة وإنجازاتها الجميلة، وبنشوف رجالها الطيبين، وبنعطل إن شاء الله إنه بيكون معطان إذا الله راد. عليكم السلام. يقول أبوي باجي ما متى يستوي خلاص؟ إن شاء الله اليوم على 5 فلتر خلاص. اليوم 5 فلتر وباقي؟ خلاص. هي زي احني فوق متى بيستوي خلاص؟ ان شاء الله اليوم. كلش اليوم؟ اليوم كامل ان شاء الله. بارك الله فيك. يو شامبي، او شامبي ها؟ درام؟ غنم؟ هي ان شاء الله. هي والله قلت لكم سلام عليكم صباح الخير اليوم. يا تهريج الانبياها يا تهريج شامبي، تعال وري شامبي. جود مورنينج. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ رقم واحد ولا رقم اثنين؟ رقم واحد. انا اشكر فنك. انت رقم واحد انا كيف رقم اثنين؟ ما شاء الله عليك. الله سبحانه. رقم واحد. اولاد رقم واحد. شفته قد بيعاري، هذا هو بيعاري. ما شاء الله عليك. انت يروح اول ايجيبت؟ نعم. يروح مصر انت اول؟ مصر؟ هي. لا مصر انا ما اروح. ما صار مصر. شو اخبار اليوم؟ تدري يا عيد، على الرغم اني احاول اكابر يا غير ميتك سرتني وربعي اخذلوني. تحرون حد غريب؟ هذا انا ابوي، هذا انا خالد بن احمد بن عبد الله خالد الخير والسهادة. وحين طالت عمري دخلت ابوي حرم دبي، عديت سيح عيد الامور طيبة، باجي لي 35 دقيقة وبوصل المعرض، معرض دبي للطيران 2019. ما بهذا مربط الفرس ولا بهذا هو الحدث اللي نحب نخبركم عنه. الحدث اللي نحب نخبركم عنه أشد وأعلى وأسمع. دبي حاليا طالت عماركم في حالة ومرحلة يسمون الزماط. الزماط تدور الناموس وراعية الناموس من مستوى الدنيا. حين ما في طور دور التطور والتكنولوجيا او التجارة او الشيء هذا البهانس دقداق، لا وصلت الى مرحلة تدور حاليا التميز الاكبر الاحسن الاجود. اذا شيء فوق رقم واحد فدبي هي اللي طالب فيه، وان شاء الله ان فضل من الله سبحانه وتعالى والقياده الحكيمه ان راح يخترعون شيء يعني دبل ون، ولا يسوونه اكسترا ون، ولا ما ادري شو ون. لازم، مستحيل، لازم يطلعون مسمى. وبشيركم يدورون التميز على الكون، ما في على الخليج ولا على الشرق الاوسط ولا الشرق ما ادري شاي، لا على الكون على العالم، تميز في العالم. فلذلك حاليا المعرض هذا اللي احنا سارين له هذا من اكبر معارض العالم، والمطار اللي بيفتتح في المكان اللي فيه يقام حاليا المعرض من اكبر مطارات الكون، ما في الشرق الاوسط ولا اوروبا ولا امريكا، اكبر مطارات العالم. رمسوا وتحجوا يا عور يا مهندس، يوم ما تشوف ما تلمس، تعالوا طالعوا اظهروا شوفوا العالم كم كثرة في المعارض
الناس يبغى يتفرغ الروح العزيزة لو عنده دوام يترخص، ما بتقدر ضروري تترخص أنت حكشت ولا سافرة حدث ومستوي في نص الأسبوع بترخص على سبب باخذ إجازة، ما بلازم إجازة كنت حق سيرة شرق ولا غرب. الحضارات والعلم والتطور والمزامط، نحن نتكلم عن الأرض، إلا إذا كان طلع شيء كوكب ثاني غير الأرض وحد ناس عايش عليه ونحن ما عندنا خبر، ترى دبي وتحمل أبوي دبي هاي تنكم أبوي بعدها وعتيدها وعسكرها وعبيدها، بتناطحكم في كوكبكم وبتتفوق عليكم لأنها تفوقت على هل بالأرض، ما بتتفوق عليكم أنتوا هل بالفضاء، بتتفوق وأنتوا تضحكون. أبوي تنظيم وترتيب، يعني الله يحفظهم هالشباب الفنانين كل زين وكل غاوي، عاشوا عاشوا أبوي عاشوا، بارك الله في حياتكم. يلا سر 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 سيدة سر سرت واحترت يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير من أكبر معرض في شنتية الدنيا العودة. محمد المهيري صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور والسرور. طيب طيب نحن الحمد لله. بارك الله فيك. نحن في معرض دبي للطيران، هذا المكان الفنان. هي نعم ما هي نعم. شاء الله هذا يستوي كل سنتين مرة. نعم إنزين، ومن أكبر المعارض الجوية في العالم ما شاء الله. هي نعم. ونحن في أي قسم الحين؟ نحن في قسم الشيوخ اللي هي الرويال بافيليون يسمونه. نعم إنزين، وهني وين يتجمعون الشيوخ كلهم، ومثل ما أشوف هذا المكان يطلع على جميع أماكن المعرض. نعم كان مميز وجميل مرتب. من أول ما ابتديت دخلت من الشارع الرئيسي لين دخلت، كل بطاقة لها مكان وين تصير وين تي، كل شخص البطاقة اللي هو فيه قابضنها محدد لمساره وين يصير وين يجي، بدقة قوية وبدقة يعني متناهية، ما تشفتنا حد مسوي دقة في حضور الناس وين يدخلون وين يصيرون وين يجون وكيف يتصرفون وكيف مسارهم في المشي، يعني مرتب كل مكان وكل لكل الإرضاء الزوار، وعدم أن الواحد يعني مكان كثر ما هو كبير من أكبر معارض الدنيا، فلذلك شيء حدث وايد كبير وعالم جاي من جميع أقطار العالم كله، فلذلك متاهة، فاللي ما يدل ولا شيء حاطين على كل دوار وكل خلق وكل شارع وكل ممر وكل معبر حاطين بوي الناس كيف يصير وتي. يا الله يا مقواك الله أكبر، ما أقول عن شيء صورتك ما شاء الله عليهم والله والعيون الصاحية. هذا المدخل الرئيسي لمعرض دبي للطيران، هاي البوابات للعالم كلها، هاي البوابات للعالم كلها، واللي بيجي قابلوا الموظفين والشباب ها كلهم أغلبيتهم كلهم متطوعين بالبروشرات والمعلومات والكتيبات الكبار والصغار، فكل اللي تشوفونهم هاي متطوعين في خدمة هذا البلد الجميل، هذا البلد الأعضاء لإنجاح هذا الحدث الضخم الأكبر من نوعه على مستوى العالم، الأكبر من نوعه على مستوى العالم، فلذلك تلقط أمة لا إله إلا الله تركض بيديها وريولها لخدمة وإنجاح هذا المعرض المميز الجميل، فلذلك على ما تشوفون جميع الشركات العسكرية والشركات المدنية وجميع الصناعات العسكرية كلها لها استاندات من كل الشركات المشاركة والمساهمة واللي عندها وجود في الدولة ومن خارج الدولة كلهم يكونوا متواجدين في هالمعرض، مثل ما قلنا لكم من أكبر شركة إلى أصغر شركة كلهن الشركات اللي تبغي تعرض شو عندها من الصناعات الداخلية اللي داخل الدولة اللي وصلت إلى العالمية إلى صناعات اللي جاي من بلادها من جميع دول العالم العربية والأجنبية. أول ما تدخل من البوابة هذه الرئيسية اللي للجميع تجيك مبادلة. السلام عليكم. عليكم السلام. شحالك؟ الحمد لله. تعرفيني من تبنى؟ ميثا بنت حمد زايد. مرحبا حبتين.
شو مبادلة؟ يوم يقول لك مبادلة مبادلة، شو مبادلة؟ مبادلة هي شركة استثمارية مدينة أبوظبي، تابعة لحكومة أبوظبي. الشركة تأسست في العام 2002 واندمجت مع شركة آيبك اللي هي International Petroleum Investment Company، واستوت شركة مبادلة للاستثمار. شركة مبادلة للاستثمار هدفها الأساسي تنوع مصادر دخل حكومة أبوظبي. فشركة مبادلة تستثمر في قطاعات مختلفة، منها قطاع صناعة وقطاع الطيران وقطاع التكنولوجيا ومختلف القطاعات الأخرى. ففي معرض دبي للطيران الشركة متواجدة عشان تعرض قطاع الطيران والتكنولوجيا، الشركات اللي متواجدة تحت شركة مبادلة. فأول شركة هي شركة ستراتا اللي هي شركة تصنع أجزاء هياكل الطائرات. يعني صحيح الكلام هذا؟ عندنا في دولة الإمارات شيء جميل، هذا شيء جميل. شركة ستراتا تصنع قطع لأجزاء قطع للطائرات. فأي طيارة A330 ولا A350 ولا A380 ولا بوينغ 777 أو 787 بتلاقي فيها أجزاء تصنع في مدينة العين. في العين؟ في العين، هي في منطقة المطار. وعندنا نسبة التوطين وصلت إلى 58%، ومنها 58 تقريبا 90% نساء. هم اللي يصنعون قطع الطيارة. كم بالله عليك نسبة النساء؟ 90. ما شاء الله. السلام عليكم، كيف حالك؟ كيف أنت؟ ما شاء الله. شو التصنيع اللي عندك أنت الحين؟ صنع قطع إيرباص فايبر نستخدمه عشان نصنع قطع الطيارات بدال حق الحديد والألمنيوم، لأن وزن الطيارة يقل. أيوة، لكن يكون صلب هو على هالأساس يكون مثلاً. بعد ما هم يصنعون تطلع القطعة شيء، ها هو يعني ها بس جزء من القطعة قبل يسولها تستين، فيرومون يشوفون إذا في أي مشكلة في القطعة يرومون يحددونها البنات. فراية ممكن تعطيك نبذة عن ال. راية السلام عليكم، كيف حالك؟ راية أنت من هالعين؟ أنا توقعت راية. عيسائية انت؟ لا شامسية. شامسية ما انت؟ ما شاء الله عليك، الله يحفظكم ان شاء الله. كيف طريقة تعرفين انه في هال حق الجلاس تكون الاضاءة يكون شفاف يبين من الدفك من الليل. اما في الكربون نحن نشوفها من الجهاز، هو يسمونه الفحص الغير مدمر للقطع. فشوف يعني هي مثلا في الشاشة تشوف هني مثلا هذا الليرات مالتنا كامل هني، يوم تحرك مثلا اذا كان في دفك او شيء يبين ويقطع الخط. ايوه، فهي تنزل الاشاره، واذا حصلت شيء غلط او خلل يرجع يخبرنا انه في خلل في القطعه. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. شكرا بنتي، الله يحفظك. هذا تشوفونه بطن الطياره، بطن الطياره هذا اصله، هذا اصله، ويرشون عليه دويات وما ادري شو ما ادري شو على هالاساس يقدر يصلب. هذا اللي تشوفونه الحين ها يترهدي، ها شو شو اصبح، ايه حديد يا هلا، ها شوف شو غادي من هذا اللي صنعنه هاي ما شاء الله عليهن، بارك الله فيكم بنات. ميثا الحين القطعه هذه تحطينها على هذا برينتر، صح برينتر هذا؟ لا هذا RFID سكانر. هي سكانر يطلع لك شو هالقطعه وين موجوده في قطعه الطياره في A330. ايوه سبويلر، يعني كنا بريك الطياره. سبحان الله سبحان الله، شكرا جزيلا. قال التبوي سلام عليك، مساك الله بالخير. او لا والله الحين صبحك الله بالخير. زين امك في وين الحين؟ امي في عيمان. عيمان، راعيه عيمان، سلام عليك. انت طيبه يا امي. الله يحفظها ان شاء الله. اقول لك اقول وين ساكنين في في عيمان؟ في مشيرف. مشيرف، شو اسمك انت الحين؟ علي. علي وبلاك مخيل لهالدرجه. علي صبر صبر علي، اقول هذا منو؟ هذا احمد. وهذا؟ هذا طلال. طراد؟ طلال طلال طلال. والله تحرى اسمك طراد. كيف حالك؟ الحمد لله، الله يسلمك. الله، كيف انت؟ تمام والله. ايش حالك؟ الحمد لله. يا ريال. كل منتج وكل مصنع تلقط الامارات والاماراتية متواجدين بقوة، وفي كل حدث وكل في كل مهرجان في كل شيء اسمه عطاء، نحن عندنا كمية كبيرة من الشباب والشابات نفتخر فيهم، الله يبارك فيهم ويحفظهم. بناتنا ما شاء الله أينما كانوا حشم وقار وأدب وإنتاج
الله يطرح فيهم البركة ويبارك فيهم من رباهم يا رب العالمين، ويحفظ يحفظ بلاد بلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين من كل شر وضر، وتبارك إن شاء الله فيها الشباب المعطاء، تطرح البركة فيهم للصغير قبل العود يا رب العالمين، وتحفظهم. شكرا قيادتنا الرشيد، شكرا شيوخنا، شكرا معازيبنا، شكرا للي قاموا على إنجاح هذا الحدث العالمي الكبير اللي لو يعني عشان تروم تغطي أو تخطف على ربع هالمكان يبارك 10 أيام. لذلك المعرض كان وما زال مستمر بعده، والله يطرح البركة إن شاء الله في اللي قائمين على ترتيب هذا الشيء. طبيعي المملكة العربية السعودية متواجدة وبقوة، متواجدة في كل حدث في دولتنا الحبيبة، في معارضها العسكرية، في معارضها المدنية، في التكنولوجيا، في الأطعمة، في الفود. شركة السلام لصناعة الطيران، تعرفين عنها؟ طبعا شركة السلام لصناعة الطيران هي إحدى الشركات السعودية، وهي إحدى الشركات التابعة لبرنامج التوازن الاقتصادي السعودي، تأسست عام 1988 بهدف بناء قدرة ذاتية للمملكة العربية السعودية في مجال صناعة الطيران. وبصراحة نحن نعمل يعني وفقا أو مواكبة لرؤية 2030 في مجال الصناعات العسكرية. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. حياك الله ومرحبا بكم، شرفتونا احسن والله. من زارنا ومليون مرحبا بكم، بالعكس شرفتونا، واهل وجماعه نسعد في مشاركتنا يعني في معرض دبي للطيران، وهو واحد من اكبر المعارض الضخمه الله يبارك في مجال فيك. الطيران بصراحه مرحبا شكرا مرحبا شكرا مرحبا حبيبي مرحبا تسلم الله يعطيك العافيه بين اهلكم وناسكم واخوانكم. تسلم مرحبا. تسلم يا الغالي. الهديه الفنانه من وزاره الدفاع، طال عمرهم وخيب حتى سفرتي احتاسك هدية وزارة الدفاع، كم مكبرها لازم تحتاس السفرة وزارة الدفاع، منو ما يتروع من الدفاع، الدفاع والشرطة والجيش ما شاء الله تبارك الرحمن الله يحفظها. هذه شركة السلام صناعة الطيران، عطونا أبوي الرؤية 2030. شكرا جزيلا. حياك الله، الله يحفظك. شكرا جزيلا، مشكورين يا جماعة. مع السلامة. مع السلامة، بارك الله فيكم. السلام. تشوفونه اسم المشروع أمرك، مسؤول أو اختصاصه تصليح الطائرات العسكرية، الثاني على مستوى العالم، والأول في الشرق الأوسط، ما شيء شراته في الشرق الأوسط إلا في مدينة العين، اختصاصه تصليح الطائرات العسكرية. مهندس فيصل ورئيس إدارة، تفضل. السلام عليكم. نحن حاليا في ستاند إج، ونحن شركة أمرك. أمرك طبعا شركة تقوم في دعم القطاع العسكري وصيانتها في دولة الإمارات والدول المجاورة. نحن طبعا مجسم اللي ورانا هذا مجسم اللي هو ورشة العمل اللي تابعة لأمرك اللي هي في مدينة العين، تعتبر ثاني أو ثالث أكبر ورشة في العالم ولله الحمد، وبيكون فيها طبعا قطاع الخدمات الكبيرة للجناح الثابت والجناح المتحرك لدعم دولة الإمارات والدول المجاورة بإذن الله في القطاع العسكري. بارك الله فيك. الله يسلمك وياك إن شاء الله. وين درست؟ أنا درست في الإمارات. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. الله يحفظك ويبارك فيك. طول بعمرك. شكرا. شكرا. يعجب فيك العافية إن شاء الله رب العالمين. يسلم. أنت منو؟ أنا. إيه. عارف شكرا. هذا الرجال. هذا يعقوب الزرعوني. مرحبا. الحين وين الحين؟ معرض طيران. معرض طيران. في الدولي. نعم. ما شاء الله. ما يخلي يلحق يجي ويطالع الاستعراض اليوم. إيه والله شيء. شيء اليوم شي في شيء جديد اليوم الساعة 2:00. نعم. شيء جديد. إن شاء الله إن شاء الله الله ييسر الأمور. بس عاد من هالتصوير لما يوجف. لا 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 نصور. بس عاد طال عمرك. الله يحفظك. الله يحفظك. تقنيات الدفاع المستقبلية إج. هاي تنحدر تحت 25 شركة عملاقة، هي بكبرها أكبر الشركات في الدنيا العود من ناحية العملاقة والعملاق، فلذلك هي بوي حاليا تحت 25 شركة، كل شركة بلاد من كبرها. الله يحفظك. سرمس وخرب علي يعني هاي حالي وياك بعد. والله ما تنقل يوم حادني أصور وارمس خرب علي. ها شو استفدت عاد الحين انت؟ شو استفدت انت؟ بعد وتخرب علي. سيف البلوشي. نعم. انت داوم في طارق. نعم. طارق احدى الشركات التي تنحدر تحت اسم مجموعه التكنولوجيا المتقدمه اتش. زين. شو قسمك تبع شو؟ نحن طال عمرك في نظام توجيه الاسلحه الجويه. نعم. شو مجالكم؟
مجالنا تصنيع هذا الطارق اللي تشوفه قدام عينك. إيه. هذا الطارق. نعم. الطارق عبارة عن شو؟ الطارق عن نظام توجيه القنابل الجوية على أساس تصيب الأهداف بشكل دقيق. هاي تصنيع الإمارات؟ نعم. ما شاء الله تبارك الله. الله يسلمك. الله يحفظكم. شكرا جزيلا. عفوا. الله يبارك فيك. جميع أنحاء العالم جاي جروبات وجاي مجموعات وجاي شركات كلها بوياي تعقد صفقات مليارات المليارات. شو لجله؟ لجل بوي الدفاع عن بلدهم ولجل الحفاظ على كيان وأمن دولهم. كل هذا يعقد ويستوي وتعقد صفقات في إمارات خير في دولتنا الحبيبة. ليش؟ ليش تختار الناس تود كل البلاد عندهم أراضي عندهم معارض عندهم كل شيء؟ يختارون دولة الإمارات وبالأخص دبي. ليش؟ طريقة ترتيبهم وإدارتهم للمعارض، طريقة سلاسة وتعامل والشوارع والمدن والفنادق البنية التحتية للمدينة وللإمارة وللدولة، هاي هي اللي تساعد الجذب للمعارض. ترى أكثر بلد في الدنيا العودة تسوي فيها معارض هي دولة الإمارات بالأخص إمارة دبي. في هالأماكن الاتفاقية والتوقيع على صفقات بعشرات بل مئات المليارات، كل هذا في وين يستوي؟ في دولتنا الحبيبة، في هالدار الطيبة، في دولة الإمارات. هذا كله فخر، لذلك نحن نفتخر بأننا إماراتيين، فهذا كله يزيدنا ناموس ويزيد من كل بلاد. ما تلقط أي جنسية في الكون إلا موجودة في دولة الإمارات، كل الجنسيات موجودة للمشاركة ولعقد الصفقات ولعقد المؤتمرات في كل ما يخص الإنسان، كل ما يخص المجتمع، لكل ما يخص الدفاع الجوي والبري والبحري. هذا فخر لكل إماراتي. كانت المشاركة من جميع أنحاء العالم، فيهن الأمريكية، فيهن من كل الدنيا، كل العالم. فلذلك تلقى التواجد من كل الكرة الأرضية، كل هاي كلها تشوفونهم كلهم بيعقد صفقات عشرات المليارات. وين اللي أهم شيء أنا أرمسكم عنه؟ شو سبب اختيارهم؟ شو سبب الاختيار لدولة الإمارات بالأخص مدينة دبي؟ شو سبب اللي يختارون تنظيم المعرض هذا؟ المعرض هذا مميز، يحصل كل سنتين وساعات كل سنة إذا احتدت الأمر، إذا حصل، لأن دبي عندها قوة إنجاز ونجاح المؤتمرات والمعارض الدولية داخل الدولة وخارجها، يستعان فيها بجميع دول العالم، يشتل طاقة من دولة الإمارات من دبي بالذات يسوي بو المعارض خارج الدولة. نظرت أنا كذا معرض لمعارض تسويها دولة الإمارات خارج الدولة لصالح الدولة المضيفة، يعني البلاد روحها مش ما بدنا قضية ما يرومون، يفضلون ان دولة الإمارات هي اللي تنسق المعارض اللي في بلادهم. هذا كله يدل على شو؟ يدل على الجودة وعلى المتانة وعلى الطريقة وعلى النجاح الدائم. الحين هالستاند المميز ستاند شو؟ نحن اول شيء في معرض دبي للطيران 2019 ما شاء الله. انت في ستاند الاتحاد ايرويز ارجنديرينج. مرحبا. مرحب لهان. مرحبا. سلام. مرحبا ابو محمد. تحية. يا مرحبا بك من ايام السعودية. من ايام السعودية. نعم نعم من ايام السعودية. الاسم الجميل هذا اسم الاتحاد. نعم هذا يا مرحبا وسهلا فيك يا ابو محمد. وطاقة ايجابية من تقرا اسم الاتحاد. ما الحمد بالك لله. طيران لله. الاتحاد يجوب اجواء العالم كله. نعم. شو من ابو ظبي الى العالم. اللهم لك الحمد. اليوم نحن في الاتحاد انجينيرنج، نحن اليوم نصين مش بس طيارات الاتحاد. ها. نحن نصين تقريبا فوق 50 شركة طيران للصيانة في أبوظبي. فوق هذا أبو محمد في شركات طيران ما تطير أبوظبي اليوم. ها. شركات طيران أتي من أمريكا الجنوبية، من أستراليا، من الريجن، من دول مجلس التعاون، من الشرق الأوسط. زين أبو محمد كل هالطيائير أي أبوظبي فقط للصيانة. أصبحت أبوظبي اليوم شو؟ منبر لصيانة الطائرات على 50 شركة طيران حول العالم بأيادي إماراتية. تبارك الرحمن. من بنات ومن شباب كلهم خريجين مهندسين طيران اليوم. الحمد لله. وين تلقوا دراستهم؟ أبوظبي
واستراليا وامريكا. ما شاء الله، الله يحفظها من دار، الله يحفظها من دار، ويحفظ لنا شيوخنا. امين. ويحفظ ابو سلطان وابو خالد، الله، وشيوخنا كلهم، شيوخنا كلهم الصغار والكبار، مره الذكور والاناث. امين امين. شكرا جزيلا، طول في عمرك يا محمد، يا مرحبا وسهلا فيك. عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف انت؟ الحمد لله. شو بتخبريني؟ طيران الاتحاد، وش تبغى تعرف عنه؟ اي نعم. زين، انا مهندسه طيران في طيران الاتحاد. ما شاء الله. ونحن هني نسوق منتجاتنا اتحاد انجينيرنج واتحاد ايرويز. ما شاء الله. مجموعه شركه طيران، مجموعه طيران الاتحاد. ما شاء الله ما شاء الله. كم وحده انتم؟ كم مهندسه؟ 50 في الشركه كلها. ما شاء الله ما شاء الله. مهندسه. وكلكم وين متلاقين تدريباتكم؟ في كليات التقنية العليا. ما شاء الله ما شاء الله، يحفظك. كلية واحدة بس اللي يسوون فيها تخصص. زين، بالتوفيق. شكرا. مرحبا. ما أبالغ إذا قلت لكم المعرض هذا اللي نحن كنا فيه هذا حاليا، هذا إذا بتتليه كامل يبالك أظن 3 أيام داخل أقسام فيه لا تعد ولا تحصى. طريقة الترتيب والإنجاز تبارك الرحمن ما شاء الله، يعني شيء في منتهى الروعة. اللي قاموا على إنجاح هذا المعرض ما شاء الله، المعارض هذه في دبي تكون مميزة وزيادة على اللزوم، مش مميزة عادي، مميزة إلى درجة أنك يوصل أنك تفتخر في هالحدث. حدث جميل، حدث يفتخر به كل إنسان مواطن، كل إنسان عربي. أنا ما يعيبني. ليش؟ أي والله. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما شاء الله عليك. منو دريولنا؟ ها؟ عبد الله سيد. والله والنعم. وانت؟ قريب السويدي. والله من ديار والنعم. انت ابوي؟ وليد بفارس. ما شاء الله عليك. بفارس ولدي. ما شاء الله عليك. الله يسلمك. يا مرحبا. شو انتم جايين زوار؟ والله جايين قشطة. زين؟ قشطة والله. مبسوطين؟ الحمد لله. الله شيء مميز وجميل. واستانسنا صراحة وشفناك. على الله يحفظك. من خاطرنا نشوفك وشفناك الحمد لله. هذا نصيبي يوم الله كاتب لي النصيب. معرض مميز ما شاء الله تبارك الرحمن. الاتحاد في كل مكان. الطيرانات، شركات الطيران كلها اللي في الكون كلها بوي مشاركة. كلها بوي الشركات الطيران اللي في الكون كلها مشاركة. وهذا ما عنده مهر اللي يصورني. ما شاء الله عليه. محمد بلوكي، استوى حدث وايد كبير عندكم اليوم. توقيع، شو هذا؟ عندنا اتفاقية مع شركة بوينغ. بوينغ تصنع الطيارة اسمها البوينغ 787 أو 787. طبعا هاي الاتفاقية تخص تحديث أو تحديث أو تحسين أداء طيارة ال 787. اليوم طيران الاتحاد عنده أكثر من 38 طيارة من طرازها الطيارة، والطيارات اليوم من أوفر طيارات في الجو. يعني الوقود عندك كمية الفيول افشنسي أو صرفية الوقود أقل من أي طيارة موجودة في العالم. وشركة بوينغ اختارت أبوظبي كمركز تصليح وتحسين في أداء الطيارة بالنسبة للشرق الأوسط. فالحمد لله يعني كانت اتفاقية، وطبعا في اتفاقية ثانية تقريبا ما يقارب المليار درهم بالنسبة لصيانة. طبعا في الاتفاقية هذه في اتفاقية صيانة الطائرات تقريبا مليار درهم، هذه تخص الـ 787 لمدى 15 سنة. والحمد لله يعني شراكتنا مع شركة بوينغ كبيرة ولتحسين أداء الطيارة هذه. شو الفرق أستاذ محمد بين جرين والدريم؟ الدريم، بوينغ لما طلعت مع طيارة 787 قالت إن هاي it's the dream liner، طيارة. نعم. الأحلام. الأحلام. احنا شفنا اداء الطياره في الاجواء وفي في مختلف الاماكن اللي تطلع عليها طياره 787، وشفنا ان فعلا الطياره توفر. واليوم العالم كله متجه الى الانفايرمنت والجرين انفايرمنت، فقررنا ان نسمي الطياره الاتحاد جرين لاينر. وهذا طبعا بالنسبة للاتحاد طبعا هذا شيء مهم، لأن الأجواء اليوم فيها طائرات كثيرة، والطائرات هذه تطلع CO2 أو الكربون
أوكسايد الانبعاث. فاليوم توجه للعالم كله أن تخفف من هالانبعاث، وإن شاء الله يعني في أبو ظبي إن شاء الله بيكون في عندنا المركز. كم تطمحون لهالنوع من الطيارة؟ حاليا عندنا 38 طيارة، وفي 3 طيارات جايات إن شاء الله خلال الأشهر الجاية، وإن شاء الله أكثر من 50 طيارة من طراز 787. مبروك مقدمة. الله يبارك. شكرا يعني لك. شكرا شكرا. روبي أنا وين الحين؟ أنا وين وشو مشاهد في أي مكان وشو موقعي وشو المكان اللي أنا فيه؟ شوفوا بالله عليكم. مانشستر سيتي طيران الاتحاد. هذا أبوي النادي العريق. نادي العريق ذو الاسم العريق الاسم المميز. منو اللي بيرمسنا بالله عليك؟ هذا لو هذا الريال، هذا الريال الحين هو بيشرح لنا وبيخبرنا الديتيلز كامل مال الطيارة العملاقة هذه كلها، كل أخبار هالطيارة أنت بتخبرنا. يعني الحين يلا حار توا ما بارد، الحين هالدقيقة شرح تفصيلي عن كل محتويات الطيارة، عن اسمها، لونها، علمها، خبرها. بارك الله فيك. عليكم ورحمة الله وبركاته. أمام هالصرف العظيم هالبلاد، هاي عبارة بلاد متحركة، بلاد في السماء. بتخبرني عنها بنتنا الغالي عذب القرقاوي. تفضل. تفضل. عذب الطيارة عبارة عن شو؟ السلام عليكم. هاي 787-9. هالكوكبيت. تفضل. هاي هني عندنا البزنس. هاي 787. السلام عليكم. هاي everybody. يا سلام. شوف اي والله حليل التعرف. اي نعم. هاي طائرة انا وياه، طيارة الاتحاد الى الرياض، اول طيارة 380 تطير. طرت انا وياه الرجال، ما حد ويانا، بس عسب تسيير رحلة طيران الاتحاد من الرياض بمناسبة عيد الجلوس مالها مال هل بالسعودية، العيد الوطني. زين ما علم نسيت عدباتي اقول لك عدب. هذا الحين قسم لي الحين في عباره عن شو هاي هالبزنس. عندك الكراسي مجابله عشان وايد اسباب، نعطيك خصوصيه اكثر ومساحه اكثر. شوف مثلا هني عندنا شيء حلو، تعرف اللوفر، تاير اللوفر. انزين هذا الدوم مال اللوفر، نحن اخذناه اكزاكتلي مثل ما هو حطيناه في الطياره عشان نحط حس ابو ظبي في الطياره. حس ابو ظبي موجود في كل مكان، ما بالله في الطياره، بر وجو وبحر، وين ما نسير ابو ظبي الامارات الحبيبه موجود ابوي اسمها في قلب وذهن كل انسان في الكون. علاقاتنا ويا العالم كلها ويا الناس كلها طيبه وسمعة طيبه وكرم واخلاق من القياده الى اصغر مواطن واصغر حتى الوافدين حتى المقيمين في الدوله تذهبوا من معاني هل الامارات. السلام عليكم. How are you? What's your name? My name is Amelda. My name is Khalid Al-Khaldi. Nice to meet you, Khalid. Thank you, thank you. For who this one? You can have, it's coffee for you, it's ready for you. Wallah, barakallah. We know you're coming. Ya Rabbi, I'm not going to get out of the way. I'm the biggest way. Peace be upon you. Wa alaikum salam. Siham? Yes, my name is Siham, I'm from Oman. From where from Oman? From Muscat. Ya Rabbi, where are you living in Muscat? المعبيلة الجنوبية. معبيلة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. مليون مرحبا بهالمسكن. وباكر بعيد عندكم الاحتفال العود. ايوه عيد السلطان المجيد. ايوه عيد الوطن. ونحن عيد الوطن، ونحن ان شاء الله بكره معزومين، جايتنا دعوه لين البيت، وان شاء الله انا بنحضر. ما شاء الله. نعم بنحضر، بيكون الاحتفال وايد كبير. من كم من سنه وانا احضر كل سنه. الله يعيدنا. الحلو والله وجودك انت في هالمكان الفنان. شكرا انت بعد. شكرا جزيلا. مبسوطه؟ ايوه الحمد لله. شو الطياره هاي فنانه؟ ايوه حلوه كثير. الله يحفظك. احسن طائره راح تطيروا معها ان شاء الله تجربوا اتحاد. شكرا جزيلا. شو اسمك قلتي لي؟ سهام. شكرا بنتي. شكرا. 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 يلا مع السلامه. فود فور هو؟ قرب الله ت يا ربي عاد اليوع ليه الدنيا كلها فيا. ليش اسوي عاد؟ البزنس. ايوه. كم في من الكراسي؟ 28 كرسي. البزنس ما في فيرست كلاس الطياره. هاي الطياره ما فيها فيرست، هاي بس بزنس وايكونومي. ايوه. البزنس 28 والايكونومي 271. ما شاء الله. هي. ما شاء الله ما شاء الله. هاي يسمونها الناني. في النوع هذا بالطيران شيء وجود لانثى بنيه فنانه رقم واحد يسمونها ناني.
ناني هذه الله يحفظكم اختصاصها بس اليهال، اللي ممكن ابوي عندها صغيروني ولا ياهل عطوه ابوي وناني، وناني ابوي من تدخل يهال ارقدوا صح؟ اي والله. ما تتكلم عربي؟ لا ما يون نوت بك عربي؟ لا والله عادي بتساعد الامهات مثلا يبن مساعده ولا مثلا الياهل يصيح تعرف شو تسوي بتساعدهم. ما شاء الله ما شاء الله. اقول لك القصه كم مخارج الطياره؟ هني عندك خارج 9 مخارج بين اليمين واليسار كلهن. ايوه مع الكوكبيت. 4 يمين و4 يسار والامامي 5 هي. 9 كلهن. اي والله شكرا. ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو. اي فورجت يور نيم. سندي. ما شاء الله. ثانك يو فيري ماتش. وانا الحين انت اللي مصممات. هي نعم احنا مصممات. عيدي الرابطه اللي قلتيها كلها. الطياره هاي 787 تو كلاس. تو كلاس يعني بزنس بزنس ايكونومي وعندنا 3 كلاس. شيء 3 كلاس من نفس النوع من الطياره. هي نعم. اللي هي شو؟ عندنا 3 كلاس اللي هي فيرست وبزنس ايكونومي نفس الشيء 787. 787 اللي هي جرين. طلعت عماركم مكان مصلى للي وقت الصلاة وحد يبي يصلي اي يصلي وهذا كان يتسكر عليه مره يروح كان حرمه ولا ريال. حد يشرح حد يتكلم يعني ما شاء الله وحد ياس يصور. الله يحفظكم مقصورة القيادة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ محمد حالك نورت. الله يطول في عمرك. الله يسلمك. يا مرحبا وسهلا. أنت من هالوين؟ أنا طبعا من خربكان. ما شاء الله. ما شاء الله. أشوف هالخور. الله يحفظك يبارك فيك. الله يطول في عمرك. الله يسلمك. أنا شو بالطيارة هذه؟ هذه 787 بوينغ 787 دريم لاينر هذه. شو اللي يميزها عن باقي الطائرات؟ هذه جيل جديد. هاي التقنية جديدة، التكنولوجيا جديدة بخصوص التكنولوجيا وبخصوص الفيول، صرفية الفيول أقل بوايد. سبحان الله. فاقتصادية كثير. ومريحة وايد. شكرا جزيلا. Thank you very much. Thank you so Thank you. much. Have a nice day. Thank you, same to you. هاي أبو الطيارة خبرناكم عنها. كنا فيها واليوم خارجها. بلاد 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 كبرها تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله. معرض نادر بجميع المقاييس اروع ما يكون. الحين عبي يبتدي العرض وكل شيء لكن احنا ما بروا من اي لس لان مرتبطين بموعد في ابو ظبي والسموحة بالعذر من الجماعه اللي داعينا. وشكرا جزيلا على كل اللي قدمتوه وعلى هالشيء الجميل المفرح ليسعد كل انسان. نعم اني انا سعيد وقمه في الاناسه والفرح والسرور. كل ما اثبت يمين ويسار اشوف جمع كبير من المواطنين والمواطنات ما شاء الله. هاي لهم اللي يقولون عنهم ابناء زايد واولاد زايد في كل مجال. الله يحفظهم ويحفظ دارنا ودار المسلمين اجمعين. السلام عليكم. مرحبا مرحبا بالشعافره. مرحبا مرحبا مليون ولا يسدن. كيف حالك؟ الله يطول عمرك. حالك خالد. الرجال منو؟ منو؟ هذا ابوي بن سليمان. بن سليمان. وهذاك اللي حاس ويهه. هذاك ما يبا. عاد ما يبا هذا. خليل يوم معي. خليل يوم معي. تفضل ابو الشباب. وهذا طال عمرك سبيعي من مالي. والله مليون مرحبا بسبيعي. ماسك مطار الرياض. والله مليار مرحبا ولا يسدد. شرفتنا. عين فراسي وعين الحاف. هذاك عندنا ابو ظبي. وهذا ماسك طيران الامارات في ابو ظبي عندكم. مقوى ما اقول على شيء. هذا ماسك طيران الامارات في الرياض. ما شاء الله كلهم الله يحفظهم. الله يبارك فيهم. ايه. وانت ابوي ما تعرف ابن نعمان الكعبي. يا مرحبا يا ابو محمد. الشعر والقصيد يمشي في عروقكم انتم. كلكم يا بني شعب لكن انتم يا قوم النعمان بالاخص. الله يطول بعمرك. نبي نشوف الجو في الطيران في السلاح. حالك طيب ابو محمد. حالك ما يخيب. هاي في الميراج جزء من القصيده اقول اطرب على الميراج ان جالت الناس. وقت الطحان ووقت صول الكراديس وتعانقا في الجو صعبات الأمراس مثل اللفاعي في ضواق المناديس تزأر كما زأر الأسد كشل الأضراس والدن كأن الرعد نزنه متاريس وتلمع كما برقن صواعقه نكاس وتميل عرقاب المعادين وتميس سته من الميكا بعد يقولك كذي حتى عتاريس عنتر ومعدن والسموأل وجساس والزير وابن الورد عصبة غطاريس هذا على أدهم وهذا بترباس وذاك لهن أصلا
يشق الترابيس وانصغرط الرشاش يا باس يا باس كأنه في صدره طار زاغ مراويس يزفر رصاص ضاق به منزل نحاس يزفر رصاص ضاق به منزل نحاس ركت انت تالا مثل مصباح قديس يفت في كبد السماروس وكعاس فت النجر من بعد حمس المحاميس وجدي عليها وجد من فيه الأساس أو مغدوب أحباب قلبه معاريس يغير طبع الوقت يقضي بالأبخاس على حلول معادلات طلاميس إدعت الله يعني جيبين لجناس عز الفراق وشامة تبرك بي العيس الوقت يجمع في زمن ناس مع ناس وزمان تفرق بين ربع وجلاليس تسلم يا الشاعر صح لسانك قال يا محمد ما عليك لا خلينا منك كابو محمد كابو يا ربي يا ربي شكرا جزيلا شكرا يا الشاعر لا خلينا منك محمد من حبال الكتبي سلام عليكم عليكم السلام كيف حالك الله الله شو هذا اللي قدامنا الحين هذا هاي طال عمرك مدينة محمد بن راشد للطيران ما شاء الله نعم هذه موجودة نعم كثير منها موجود طال عمرك عندنا مبنى الطيران الخاص نعم هذا الذهبي طال عمرك نعم وفي خمس مشغلين للطيران الخاص في المبنى هذا ما شاء الله نعم وطال عمرك عندنا منطقة صيانة الطيارات والمكاين هذا كله موجود نعم كله موجود تبارك الرحمن وطال عمرك عندنا منطقة الأكاديمية عندنا أكاديمية طيران الإمارات موجودة هنا وعندنا الفنادق طال عمرك هنا في ثلاث فنادق ما شاء الله نعم ها كله موجود ثلاث فنادق موجودة فعليا هذا واحد اثنين ثلاثة ما شاء الله تبارك الرحمن ومطار المكتوم موجود هنا تبارك الرحمن وطال عمرك والمعرض اللي نحن فيه حاليا هذا نعم أرض المعارض روم تصير بالطرف هذاك نعم زين محمد بن درش الفلاسي نعم. سلام عليك السلام كيف حالك نحن امام مطار المكتوم نعم. يقولون اكبر مطار في العالم نعم. كيف من حيث شو طال عمرك من حيث المساحه نعم. والطاقه الاستيعابيه للمطار نعم. هي قبل ما نشرح هنا شو المطار هو اصلا مشروع دبي الجنوب كامل يعتبر 145 كيلومتر مربع ما شاء الله ويتكون من ثمن مدن نعم. منها المطار منها المدينة اللوجستية ومنها محمد بن راشد للطيران هذا احنا ككور بزنس كجزئية رئيسية نعم. محرك للمشروع نعم. الخدمات التابعة للمشروع او المدن التابعة للمشروع عندنا منطقة الاكسبو 2020 وعندنا منطقة الهيميتيرين ديستريك المدينة الإنسانية نعم. وثلاث مدن رئيسية للعقارات ليش هذا كله لان نعم. نحن نبني يعني بيئة اقتصادية متكاملة. ما شاء الله. فنحن كأثرتي يعني أو كسلطة ونحن كسلطة عندنا نقدر نرخص الشركات ونأسسها عندنا. وفي نفس الوقت نعطيها الحلول اللي تناسبها في شتى المجالات اللي نحن نركز عليها. وفي نفس الوقت ممكن يعيشون ويسكنون في نفس المنطقة. هذه هي شو حين هذه؟ هذه المنطقة كلها هي تعتبر دبي الجنوب اللي هي 145 كيلومتر مربع. 14 كيلو في 10 كيلو كم موجود منها حاليا؟ حاليا منجز 35% بارك الرحمن نعم. في خلال كم سنة؟ عندنا رنوي شغال وعندنا تيرمينال حق 27 مليون مسافر عندنا مدينة لوجستية ومكاتبنا طبعا الرئيسية هناك نعم. وعندنا محمد بن راشد للطيران طبعا من ناحية هاي من ناحية الشغل الرئيسي لكن المكمل له طبعا منطقة الإكسبو 2020 جاهزة ومنطقة الجولف إعمار ساوث أوريدي تم التسليم تقريبا 1800 وحدة سكنية في الجهة هذه عندنا المدينة السكنية اللي هي نسميها طبعا منطقة النبض اللي هناك عندنا تقريبا 1400 وحدة سكنية بتسلم إن شاء الله خلال الشهر هذا شكرا جزيلا ما تكلمنا عن المشروع زين تفهم محمد راشد الطيران وين منها؟ ها؟ وين منها؟ محمد راشد الطيران الحين نسير طيب احنا نسير له؟ لا هذا يلا هو جزء من المشروع طبعا جزء من المشروع محمد بن راشد الطيران يعتبر هو بيئه متكامله لاستقطاب كل اعمال الطيران في المنطقه لخدمه الطلب المحلي والعالمي طبعا نعم. الحلول اللي نقدمها طبعا مختلفه في قطاعات اقدر اشرح لك اياها اي نعم اللي هي كل قطاع اعمال الصيانه سواء كان في حرم المطار او خارج المطار بكل انواعها اليوم لما تنظر انت مفهوم الطيران عند بعض الاشخاص يفتكرون انه هو نقل بضائع وركاب لكن لا خلف هذا كله في بيئه متكامله لدعم هذا الاقتصاد كله طيب فقطاع صيانه الطائرات مهم جدا
اليوم ننظر لحجم الطائرات في المنطقة في منطقة الشرق الأوسط تحديدا، أن طبعا حجم الطائرات الموجودة وحجم الطائرات اللي بيتم طلب عليها، نعم، سواء كان في الطيران الخاص او الطيران المستقبلية. الطيران لا مش خطة مستقبلية، هو عدد الطائرات المتواجد في المنطقة. لأن كل طيارة لها طائرات، اي نعم نعم، اللي الحالية اللي يشغلونها واللي بيطلبونها ان شاء الله في المستقبل. هذا اللي يطلب المستقبلية، اي نعم. فهذا الشيء ضروري جدا. ليش؟ لأن حجم الإنفاق في الصيانة يقدر من عدد الطائرات المتواجدة في هذا الشيء. فنحن اليوم الحلول اللي نوفرها لاستيعاب هذا الطلب، اي نعم، في المنطقة. اليوم كايروسبيس هاب او كمدينة مطار توجد نعم في آسيا في أوروبا وفي أمريكا، لكن في المنطقة الشرق الأوسط اليوم حكومة دبي تميزت في طرحها لهذا الانفراستراكشر. فتميزت حكومة دبي في طرح هذه البنية التحتية لدعم كل الأعمال المتعلقة بصيانة الطائرات من مختلف أنواعها. هذا هاي الجزئيه الاولى. الجزئيه الثانيه اللي هو الطيران الخاص وكل ما يتعلق بالطيران الخاص، مثل تزويد بالوقود وتموين الطائرات للطيران الخاص نفسه، خاص مع الصيانه مع الهانجر سوليوشنز. في نفس الوقت احنا نركز على الجزئيه الثالثه واللي هي الاهم، الجزئيه الثالثه واللي هي الاهم اللي هو تدريب الطيارين، لان المنطقه مقبله على نمو متسارع. فاليوم دبي تستقطب أفضل القدرات حالياً، لكن للاستدامة هذا الشيء نحن ننظر لتدريب الطيارين في دبي الجنوب، وردي هذه الجامعة موجودة طيران الإمارات، وتدريب الكابين كرو أو المضيفين. واليوم أبشرك عن افتتاح، وبشرك اليوم عندنا افتتاح هذه الجامعة موجودة إن شاء الله. نعم، من أكبر الجامعات إن شاء الله بتكون في المنطقة لتدريب الكابين كرو، سواء كان للخاص أو للطيران التجاري حتى. هل بيكون يعني الناس الكابين كرو اللي من خارج طيراننا نحن؟ نعم، خارج طيران كل يوم من الدول الثانية. يوم الدول الثانية، وهذا هذا الهدف منه، أن نحن نغطي احتياجات الطلب المحلي والعالمي. طبعا الشيء الثالث نحن ننظر حتى للتكنيشنز اللي هم الفنيين، نعم، تدريبهم يكون في نفس المنطقة، لأن كل الشركات هاي اللي بتكون متواجدة هنا تريد ترتقي بموظفينها في بعض المجالات، فهذا يكون من ضمن دبي الجنوب. فهذه البيئة المتكاملة اللي نخلقها نحن في محمد بن راشد للطيران بتأثر على اقتصاد دبي إن شاء الله والإمارات بشكل مباشر. اليوم دخل دبي من 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 الطيران مهم اللي هو 28%. فنحن نريد ان شاء الله خلال السنوات العشر يا اصور ريال طه كلهم يا اصور لنا نحن. الله اكبر، ما اقول عن كل شيء. زين، فخلال ان شاء الله السنوات القادمه نحن بنبرز انفسنا في وضع كل الحلول هذه في مدينه محمد بن راشد للطيران. ننظر لحجم الانفاق في هذه العشر سنوات القادمه يقدر في منطقه الشرق الاوسط ب 11 مليار دولار، لكن 70% من هذا الانفاق اليوم متواجد في دوله الامارات العربيه المتحده، والفضل هذا للشركات المحليه المتواجده اللي هي امارات فلاي دبي والاتحاد والعربيه، وان شاء الله على طيران الجديد ان شاء الله في ابو ظبي بالتعاون مع العربيه. فالحمد لله رب العالمين، هذه الانفراستراكشر المتواجده هي جزئيه بتكون متكامله لها بصمه عالميه ان شاء الله. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. حياك يا خالد، الله يحفظك. شكرا. هذا والله هذا من هالريال، هذا خالد جمال الحاي، والله مليار عندنا من العملاء المتميزين مليار في محمد بن راشد الطيران. نعم، اليوم عنده شركه اكسجت، هي شركه اداره الطائرات الخاصه. هذا 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 اللي تشوفه هالشاب عنده شركه طيران. نعم، جهد ومجهود. نعم، اماراتي. هذا شبابنا نحن. نعم، اذا سووا شيء عندهم كبرى الشركات العالميه. شوفوا المصريين يقولون عشأت عشأ أمر وإن سرقت سرع قمل، وهذا نحن شبابنا إن سوى شيء طول خوال الشعافرة والله مليار والنعم. يقول لك كبار ولا هونو، كبار ولا هونو، هذا نحن شباب الإمارات الله يحفظهم. محمد بطي بن درويش، شكرا على هالتقليد، على هالهدية الجميلة. خاتم، هذا خاتم اللي تباعه أنت. ما حتى شو هذا، قلنا ابوي شيء فنان. ايه شعار، شو هذا حينه؟ شعار محمد بن راشد الطيران. يا
يلا شكرا جزيلا. انت بعد الشيوخ اول واحد تلبس. يا سعد حظي يا سعد حظي. وهذا كرتي ها اعطاني كرت بسوي بزنس يعني ما حصل شيء. لا خليتهم. شكرا جزيلا. كم انا سعيد في هذه الجولة الجميلة. جولة جميلة. جولة من اروع ما يكون. انبسطنا واستانسنا وشفنا العرب. العرب شفناهم وشافونا وشاوفنا ويا العرب كل هالناس. شيء جميل. حدث في منتهى الروعة. حدث جميل. حدث مفروض على كل العرب مثل ما قلت لكم من الصبح ان الناس لازم كلهتي ما حد يتم ما يجي يشوف هذا الترتيب وهذا الإنجاز العظيم وهذا الصرح اللي 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 سبحانك يا رب غادي يغني قليل من أمة لا إله إلا الله. إنجازات عظيمة من أسلحة ومن مدني ومن جوي ومن حربي ومن دفاعي. كله موجود ما شاء الله تبارك الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد بن علي الكلي ايش حالك؟ كيف انت؟ اروح ريحة ايمان فيك. نعم في انا؟ نعم فيك انت؟ ما با خليفة انا؟ خليفة شابا؟ هذا وحي خليفة. هذا خليفة بن دراي. الحين ياسين الله يحفظكم. استاذ العزيز الغالي جمال حاي. الله يحييك. قصة سعيدة. يا مرحبا وسهلا. رحت بشوفه. شفت وليدك خالد. ايه الله يسلمك. كم انا مسرور اني شفته. الله يبارك. الله يبارك. يطرح فيك. مشكور. طلعنا الله يحفظكم حاليا من معرض الطيران وسيارتنا هذه قدام الباب. وشكرا ابوي للداعي واسمحوا لنا من القصور. السلام عليكم. اي والله مليون مرحبا. ايش حالك؟ كيف انت؟ خير يا اخي. قدامك الله يطول عمرك. مرحبا بني وعان. انا ودنا والله نحضر العرض العسكري لكن ما عندي وقت. اريد الحق على العرس. اريد الحق على العرس. عرس ابوي منطقه المنهل في مجلس المنهل. العرس الجماعي اعتقد الثالث. تحت رعايه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحه تشرف مجلس المنهل بدعوتكم لحضور حفل الاستقبال المقام بمناسبة العرس الجماعي الثالث لأبناء منطقة المنهل. أوائل مهنيين شيخ سيف بن زايد الله يطول بعمره وزير الداخلية الله يحفظه يسر أموره. لك فداعة الرحمن يا شيخ. هذا ميلس المنهل وهذا معالي أحمد جمعة الزعابي يستقبل الناس ويودعهم تواه. أول ما حضر حيضار حيا الشيخ. شيخ سيف بن زايد وزير الداخلية وبارك للعرسان وبارك لأبو علي أحمد جمعة الزعابي كونه عميد منطقة المنهل. يلا الله يحفظه يبارك فيه. نعم. ما شاء الله على ما تشوفون العرسان يظهرون كل من يحد لالتقاط الصور التذكارية. الله يبارك لهم يرزقهم الذرية الصالحة. طبيعي ويحت العرسان كلهم سلمت عليهم ويحتم باركت لهم لكن ما قدرت أصور ويحد وأنا ويه عظم اليدين. يد واحدة تسلم واحدة بتقبض التليفون يختل التوازن تخترب الميزانية. هنا فلذلك اكتفيت بالسلام. كان حد صورني بخت عيني. هذا سعادة أحمد شبيب الظاهري. أشوف
شبيب السلام عليكم محمد. كيف حالك؟ ايش حالك يا ابو محمد؟ الله يبارك فيك. مبروك على تغطيه المعاريس هنا اليوم. الله يبارك فيك. الله يحفظك ويجمعهم يستاهلون دمنا ولحمنا. آمين. هاي مشاركه ضروريه للمشاركات الاجتماعيه. الله يجمعهم على خير ويفرحهم بصغيرهم وكبيرهم. امين. لا خلينا منك يا ابو شبيب. الله يسلمك غالي. جزاك الله خير. وافي. ما شاء الله على اصورك انا جاي المخصوص العسب اصورك جاي خصوصي حق اصورك انت. اي نعم. قايل لي ابوي يدور عروس. هذا يشوفون ترى يدور عروس صار من ساعه. اي نعم يدور عروس وان شاء الله نتفق. جاسم بكلي جاسم بخير الاخر الحمد لله. الله يسلمك. أحمد جمع الزعابي متواجد في جميع الدولة. كل الميالس كانت أفراح ولا أحزان عزيات اللي يكون يويح العرب كلها وي الناس كلها ويسلم على الناس كلها واصل في الناس كلها ويحضر عند الناس كلها. فلذلك تلقط الناس كلها لو يستوي أثناء تدون عنده سيده يو يتراكبون. شو السبب؟ وجوده ومن جذب الحسنات يستوفي اليمايل. وجوده سباق في كل مناسبة. طارش بن عتيج قبيسي بن هارون. بن هارون, هارون. والله مليار. نعم. الله يسعد بن هارون. نعم. لبى قصيدة فنانة خفيفة ما يحتاج اللي تشوفها لبيوز الموجود. حاضرين حاضرين. قصيدة الأولي عد عليه كان عدني الأولي هذا بشيء شيء من الموروث ولا من القديم الأولي جديد جديد ولا تو قديم؟ لا لبى من القديم. ها؟ لبى من الجديد. جديد. ابو عتيج. نعم. لبى شيء من القصيدة الفنان إن شاء الله جديدة هاي. يلا. هاي بنت ولدي صغيرة. وانا صاير بشتري ذهب حق واحد في دبي. نعم. ام العيال هو خطب وكسرت الريد. بسم الله عليك. هي العرش. قايم عتيج جاتني تمشي تشلني يقول ودي السياره. قلت لي يا شوق مكسوره والدخاتر ما تشافيها. صار داخل يا بناظوره قال لي لك ما نواحيها. لا اله الا الله. سرت برا جاتني دوره. من كثر الاوياع ليليها. شلني لزينها خصورة وسط سيارة اشب فيها قاسوق. قلت مخطورة قال ربك واشب. الله الله. شو اسوي بعد؟ ما قال لا سوق ما سوق سكت والله. شو تقول واحدة بحرانية يبرها انه يومين نهار ثالث مشيت. يبرك منوها؟ هي والله واحدة بحرينية. هي. يومين بس دوتني نهار ثالث مشيت ما فيش. ما فيها. العرش مكسر كسر العرش. هني موجود بعد. موجود من البحرين. القل خضر أنت. الحمد لله. الله يحفظك الحمد. الحمد. وين سناي؟ والله يا سناي يوم بتلاقيه بقول لك عقبي بيكون تشد إنه أكو طايحين وين ما تلقي. عمرك طويل. الحمد لله عمرك خير. بنعتيج. نهار ما عزمت واروح. نعم. تشاور ربعي مسرح. عزي قلب قيل ينوح كل من عذلته بالغبا صاح. لكني بالله ما حصلت مربوح غير الكدر ولا الفرح راح راح تحول لاقوى. شو اسمك انت؟ ابراهيم. والله والنعم بخليل. هذا عن عمك حبيبي. في اي صف انت؟ سادس. الله يحفظك حليبي. هي هي قالت هي تقول هي. يا راعي الجيب الحليبي عندي غلاء عن راعي البيت. يا ليت من شافك نصيبه وياك ما يركب على السيت. لا اله الا الله. تركب حد يشوفك ما يباك انت. ايه اللي ما يباك على الله لا يباك. والله يا ولدي انه خدني وقعدني حداهن في الظله قعدني هاك الزمان ما اعرف
قالوا قلت لهم ترى لا يد ولا قال لا نبي نشوف اذا قاعدين نحن بين يد ونحن بين القطن نحن لا اله الا الله نحن بين يد ونحن بين القطن كش هني كش اي حافظ على شيلاني شيلاني ابو ودم هو شيلاني هو كان دور شيلاني شيلاني حد يشاهد خواتي يقولون هذا شيلاني قال كان لا اختي هذا مودم مودم هو زين ولا شيلاني حد يشاهد يعرفون عاد هذا ما يعرفون هذا الشيلاني لا خلينا منك يا ابو عتيج أتيك عيوني لا خليت منك بيك سلام يا ابو عتيج يعطيك العافيه مرحبا 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 ابو عتيج لا خلينا منك وعمرك وعمرك لا خلينا منك يعطيك العافيه ما شاء الله عليك ما منك شيء كل ما فيك زين الله يحفظك يا سعد حظكم يا سعد حظكم الله يكبر بختكم ان شاء الله ويسعدكم يطرح البركة يرزقكم الذرية الصالحة الله يسعدكم ان شاء الله ما شاء الله على العرسان ما شاء الله على العرس العرسان قلنا ما بنت صد العود ما شاء الله عليك الله يحفظك ما بغيت تعرس يا ريان ما بغيت تعرس لا اله الا الله كم سن العرب تريوك تعرس لك السنين ما شاء الله لا لا شنو انا وطي قرب الله هذه تغيبي ترى ما حد يدري بك الله يسعدك ان شاء الله زي ما حبش هذا وين اي ولد ولد اي الله يحفظ الله يحفظ ها ولد ان شاء الله علي الله يحفظ لا لا احنا وطي خلاص خلاص انا محمد وتذهب تبع العرس مخفيه لا والله يا ريت الله يبارك فيك يا اخي خلاص خلاص احنا وطي هذا ابوي العام هذا ترى ريال عام عرس بس اللي بنبغى اللي ما بيعرف الله يبارك فيه ان شاء الله خلاص طعنا وطي والله الوحيد اللي ما يعرف ان هذا صور اللي في القمر الله اكبر عليك احنا وطي خلاص ها ما في فايده شو بسوي يا تليفون وثلاث كاميرات
جديد. محمد بن عثمان بن مبارك الزعابي جزاك الله خير بخير الحمد لله. اقول لكم محمد هذا من ولي دارك الحلو هذا سلطان كعبوس ها سلطان كعبوس لا يا حبيبي إيه هذا هو هذا ما شاء الله عليه اول هذا هذا ما شاء الله قول ما شاء الله ما شاء الله بعد كيف حالك انت محمد اخبار ان شاء الله عيالك يا رب امين اقول لك الحين في التلفزيون ايه في التلفزيون قبل نعم شو يسوي في التلفزيون اول كان مخرج اكبر مخرج عندنا اول في الحين استوى اصغرهم الحين ادخلات الحين اتقاعد وغيره هذا لكن ما شاء الله شبابك تبارك الله القلب خبر دام القلب خبر مسكرتي النظافه والنظافه والكرم هذا ما يعول الانسان ما يعول يعول منو لا نعم اللي ابو ياكل كبده لا لا بعدين ريال ما شاء الله قلبه حلو ما شاء الله ريال طيب ريال ما شاء الله طيب ريال ما شاء الله عليه حياك الله حياك الله مشكور طال عمرك حبيبي حياك الله خالد حياك الله عقل نظار شويه اشوف عيونك ما شفته من زمان شوف شوف عيونك نظر وحمر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وين عثمان قبل بس اللي ما شافوك من سنين هذا هو هذا اللي اسس الطب الوقائي هذا ابو اللي اسس الطب الوقائي هذا اللي اسس التلفزيون وهذا اللي اسس التلفزيون هذا اسس التلفزيون وهذا اسس الطب الوقائي سوينا من تقدير العمر وجهه الميلاد وسوينا حاجات وغيره والحمد لله رب العالمين بارك الله في حياتك وتغنى وينعد زير وينمسك بعد الخليفه الكبير وين حياتك الحمد لله من البيت الى المزرعه في العجبان اقول لك هذا منو ولين المزرعه هذا هي بشير ها بشير ايه مبارك هذا السير هذا هو نعم هذا الاولي بعد ما شاء الله هذا الاولي ما الاول ما الاول نعم كلهم غالبيه 90% وان شاء الله نبقى يوم واحد ان شاء الله نعمل ان شاء الله اكيد بلا شك ان شاء الله نزرع في الاجبار ان شاء الله تينا جزاك الله خير جزاك الله خير ان شاء الله الله يبارك لكم ان شاء الله الاول والاخير لا خلينا منكم يا مرحبا مبارك جذلان انت ولدكم عرس ها؟ اي نعم يمع 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 بن مبارك من جذلان يا ربي يا يم يا مبارك متى عدي اليوم كنا هني عند محمد من عثمان متى كم سنه؟ 35 هي في الثمانينات ما شاء الله عرس اعراس زعاب تجمع العرب اي نعم سبحان الله اي والله مناسبه جميله الله يخليك الله يدوم عليهم الفرح يا رب امين يبارك لهم جزاك الله خير ما قصر بارك الله فيك انا المحسن منو؟ اليوم احتضابي اخويا قال تفضل كم أمي والخيبة أمية أمية من كريم لكريم أمية أمية يا ربي أمية لا 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 الله أكبر الأولى خطأ قال لي أمية الثاني قال لي بدبلك ميتين أشكر فنك هذا الأخو اللي بلاش الله يحفظك ان شاء الله تستاهل هادو ها هب صورة فيديو بعد يلا الله يبارك لكم ان شاء الله وابنو هالفنان الغاوي سالم ما شاء الله ما شاء الله هذا عم المعرس يمعه ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك فيك الله يبارك لكم ان شاء الله نعمين
الظاهري. دكتور سيف الظاهري. نعم. انت نسيبك بين. نعم طبعا. والله مليار ونعم. الله يسلمك ان شاء الله. والله ونعم فيك. ونعم في نسبك. ونعم فيك. ونعم فيهم. ونعم في العرب كلها. طول عمرك. الله يحفظك. مشكور يبارك فيك. شيخ هيان مبارك. عبد الله بن سعيد. مرحبا. شحالك حبيبي؟ كيف انت؟ بخير بشحالك؟ ما شاء الله على ابوك. نعم. ابوك فنان يا ابو. نعم فنان. وانت بكبرك فنان. على عليكم. الله يبارك. نعم. فيك ان شاء الله يحفظك. الله يعين. الله يعين.